ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، قراءتك لهذه الزيارة، زيارة الرئيس الجيبوتي إلى القاهرة، وكيف تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين، وكيف قرأت الحديث عن جهود إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي؟ دكتور مصطفى، دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أتساءل عن أهمية زيارة الرئيس الجيبوتي إلى مصر وقراءتك لها، وكيف تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين مصر وجيبوتي؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا تعزيز العلاقات المصرية ما بين مصر وجيبوتي بتترجم الآن طبعا بعد العلاقات الدبلوماسية إلى تحقيق التعاون الاستراتيجي والشراكة والمنفعة ما بين الدولتين. طبعا بعد الزيارة الهامة اللي قام بيها السيد الرئيس في مايو الماضي في عام 2021 لجيبوتي، بتترجم الزيارة لعلاقات استراتيجية وشراكة ومنفعة ما بين الدولتين. حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين بيزداد، وبينفتح المجال لزيادة الاستثمارات المصرية في دولة جيبوتي. دولة جيبوتي لها من الخصوصية أنها دولة إفريقية وعربية، وأيضا كمان هي من جزء من القرن الإفريقي اللي هو ذات بعد استراتيجي بالنسبة لمصر. علشان كده النهاردة مصر بتحقق طموحات بعض من الأمور الاقتصادية داخل الدولة الجيبوتية في أن هي توجد منطقة لوجستية صناعية مصرية كبيرة تعود بالنفع على جيبوتي، وأيضا تكون لها من المصالح الاقتصادية لمصر. بنكون أيضا في ترجمة لزيادة الربط ما بين الجهاز المصرفي المصري والانفتاح على الدول الإفريقية بالأخص في جيبوتي، لأن حجم التبادل التجاري بيحتاج إلى تعاون كبير من الجهاز المصرفي لدخوله في جيبوتي للتيسير على حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية. اللي احنا بنشوفه ده النهاردة نجاح كبير جدا لمصر، ان هي بتحتوي جميع الدول الافريقية. ليه دايما ما بنسعى لتحقيق منطقة التجارة الحرة، وبنكون كلنا بنعود بالنفع على دولنا بعضها البعض. فاعتقد ده نجاح ان احنا بنشوف السيد الرئيس اسماعيل عمر ضيف كريم في مصر، بيكون بيحقق الشراكة بتوقيع العدد من الاتفاقيات النهاردة داخل جمهورية مصر العربية. طب إلى أي مدى يا فندم بتسهم هذه الزيارة في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر؟ خلينا نقول دايما أن التبادل المصالح الاقتصادية بيكون لها بعد اجتماعي أساسي في غاية الأهمية. زي ما النهاردة فخامة الرئيس بيتكلم أن هذه الاتفاقيات لها بعد أمني، القضاء على الإرهاب، التغير الفكري لكثير من الأمور، التعاون في التعليم والصحة وما شابه لذلك. ولكن الجانب الأساسي اللي احنا دايما بنسميه بؤرة الحدث الأهم لترجمة الأوضاع الاقتصادية، أن احنا النهاردة بنحقق تقلبية مطالب القارة الإفريقية أو دولة جيبوتي في أن هي تكون حريصة على زيادة التعاون للبحر الأحمر في منطقة الجنوب والقرن الإفريقي في قضية زي قضية سد النهضة. لأن احنا ما ننساش أن هي جزء كبير جدا من تعتبر البوابة الشرقية للدولة الأثيوبية والدولة أريتريا، فده بيزيد في حجم التعاون. ممكن هذا بيفتح الباب لمزيد من التعاون لدول حوض النيل، لمزيد من التفهم للعديد من القضايا الإفريقية. مصر بترسخ دائما اللي هو التبادل الاقتصادي، التبادل الاستثماري، الانفتاح بعملية التبادل المنفعة الاقتصادية. الشراكة هي اللي بتحقق دلوقتي العائد. خلينا نقول الرسالة مصر دايما بتكون الصناعة أو التطوير في العلاقات أهم من الحروب وأهم من العمليات الإرهابية اللي بتمنى بها الدول في القارة الإفريقية. نعم دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.